هي صح وشك تهدر جمال، ولكن أنا نشوف أبعد من هذا. أكيد أكيد. عائلة العائلة اللي تمثلها عيدة عبابسة مع أبنائها جاية من عالم فقير. نعم. لجاء اسم المسلسل براني هو أنه مهما اغتنينا نبقاو برانية في وسط المرفحين. نعم. وقالها مصطفى العريبي في مشهد البارح، قال احنا ولاد الشعب مهما فعلت مع المرفحين والبارونات راح يتعاملوا معك دايما كبراني. لهذا هو اسم المسلسل باش الناس تاخذ فكره على العمل. حاله الاغتراب ولا هذه المشكله اللي عايشتها هي حاله الام والاسره، انه مازال ما تقبلوهاش النساء تاع الهاي كلاس نوفو ريش، يعني هادو اللي نوفو ريش اللي مازال ما يشوفوا في عيدة عبابسة الماضي تاعها. وليدها هذا على اساس انه وليد كانت وحده تبيع في المرشيات ولا ما مش قابلينهم على هذا الاساس. مهما طلع كريم ومهما طلع ابناء الاخرين يبقى دائما نظره المجتمع هذه هي عليهم. وهذا هو هذا نظن بلي هذه هي مشكله الطبقيه، واللي ماذا بيا المشاهدين ينفتحوا على المشاهد والعمل اكثر من مجرد المشاهده العاديه. نعم. بلي العمل يطرق الى يروح لبزاف ملفات ومواضيع بالك ما يقدروش الحصص الاجتماعيه يديروها، حصص توعية مسلسلات جعلت لهذا الامر انها وعليها قلنا ماشي ترفيه برك. وهذا هو دراما، يعني بدراما بالنهايه تفتح الافاق لنقاشات وحتى لتساؤلات ولافكار. يعني في التاريخ كان اشبع كثير من المسلسلات والافلام غيرت الكثير من القرارات والقوانين في الدول الاخرى لانها طرحت المشكل بشكل فني. انا ما لاحظت في هذه اللقطه، ويعني اتفق مع قاده في جزء من ما قاله، لان الاستقراطيه هي طبقه في اوروبا. الاستقراطيه لا تقبل الاخرين لحد اليوم، يعني عندها هي ستكمل يعني تاريخي. نفس الشيء بالنسبه للطبقه البرجوازيه. انا ما لاحظت هذا ان الرجل اصبح النوم اوبجي، يعني الرجل اصبح تشييء الرجل. النساء يعني كان الايه انعكست، كان واحد الوقت نقدموا البنت باش يخطبوها يقولوا بنتي كما يقولوا بكري كل صباح بصنعاء. الان الام تجيب ولدها وكانها تبيع فيه لهذه النساء، يعني الايه انعكست. وهو لاحظ الحب اللي راهم تقريبا مساومه، يعني مساومه. واعتقد ان ربما هذه الظاهره كذلك موجوده. وشيء ثالث يقاد في هذه اللقطه هو لو ماتيرياليزم، الماديه، يعني ما هم لا هؤلاء النسوه يعني جايين من طبقه برجوازيه، ما شافوش الرجل القيمه، ما شافوش الرجل القيمه. لوم كوم فالور، شافوا الرجل ماده. وبالمناسبه هي بغيت ديرها حتى مع البنت، قالت لها باغي نزوجك من واحد ثاني، اروحي معايا للصالون باش تشوفك كاش وحده زوجة مسؤول ولا زوجة. يعني هي الام تبيع في ولادها لانها جايه تحاول تضمن لهم حياه باش ما يكونوش تبيع. هي ربما يعني تبقى ام بصح. بصح يعني الانسان، المراه كرجل، كانوا يتلاشى في زمن الماديات.